دكاترة. أنا دكتورة نانسي مجدي، مدرس في وحدة أستاذة الدكتورة دينا عزت في طب وجراحة العين. هنتكلم مع بعض على السكليرا. الأناتومي بتاع السكليرا هي الوحدة، هي part من الأوتر كوت of the eye. الأوتر كوت بتاع الأي معمول 1/6 منه بالكورنيا anteriorly، وال 5 over 6 اللي باقيين معمولين بالسكليرا. زي ما احنا عارفين الميدل كوت هو عبارة عن الايريس سيليري بودي اند كرويد، والانر كوت هو الريت. السكليرا لما بنشوفها من بره هي الوايت بارت اوف ذا اي زي ما احنا شايفين كده في اللوز. فيها perforations كتير، فيها الثيكنس بتاعها differs. فزي ما احنا شايفين هنا الثيكنس بتاع كل بارت is different. اللي يهمنا في القصة دي هو البورت اللي عند الليمبس، وهو مكان التقاء الكورنيا بالسكليرا. يهمنا البورت بتاع الانسيرشن بتاع الاكسترا اوكيلر ماسلز، لانها بتبقى very thin في الحتة دي. فبالتالي لو حد شغال عملية بيبقى مهم جدا يعرف ان البورت بتاع السكليرا ده very thin، وورا it gets really thick حوالين المكان اللي بيطلع منه الاوبتيك نيرف اللي هو اسمه لامينا كريبروزا. ده الهيستولوجي بتاع السكليرا. اول بارت منها هي يا جماعه فوقيها بيبقى الكونجكتيفا، وبعدين حاجه اسمها تنن كبسول، ده زي كولاجين تيشو كده الاستيك شويه، بيبقى موجود في المنطقه دي. تحتيها اول بارت ده شايفين لوس كولاجين كده اسمه ابيسكليرال تيشو. بعد كده في السكليرا بروبر، وهي دي عامله معظم الثيكنس بتاع السكليرا. وجوه خالص لامينيا فيوسكولا اللي بيبقى فيها بيجمنتس شبه الكورويد اللي تحتها. الابرتشرز مهم نعرفها، داخل فيها الانتيريور سيلري ارتريز اند فينز، البوستيريور سيلري ارتري، اللونج والشورت، الاوبتيك نيرف طالع من اللامينا كريبروزا، كل كوارتر في السكليرا طالع منه فورتكس فينز، وفي كمان اللونج سيلري نيرفز. طيب الاوتر سيرفيس بتاعها بيبقى سموث، فوقيه في التننس كبسول والكونجكتيفا زي ما قلنا، والحته دي بيبقى فيها اللوز كونكتيف تيشو اللي هو اول لير في سكليرا اللي اسمها ابي سكليرا. وعرفنا انه بيرسيف الانسرشنز بتاعت الاكسترا اوكيلر ماسلز. الانر سيرفيس هو رف وبراون لانه بيبقى شبه البورت اللي تحته اللي هو الكورويد اللي مليان بيجمنتس ولونه فيري دارك براون. بيبقى الحتة دي فيها endothelium اللي بيعمل outer wall بتاع الحتة اللي اسمها في space ما بين السكليرا and the choroid، بيبقى اسمه supracoroidal، وما بين السكليرا والسيليري muscle اسمه supraciliary space. طيب في بعض العيانين أو الناس بيبقى عندهم حاجة اسمها blue sclera. هتلاقوا في differential diagnosis للقصة دي في كتابكو. اللي يهمنا فيهم إنه في أطفال بيبقى ده المنظر السكليرا زي ما احنا شايفين كده، إيه شكلها بلوش كده شويه دارك colored مش الابيض اللي احنا متعودين عليه. وفي الاطفال ده بيبقى طبيعي لان السكليرا بتاعتهم بتبقى very thin and stretched، فبتدي اللون اللير اللي تحتها اللي هي الكورويد، فبتبقى pigmented شويه، فبالتالي المنظر ده بيبقى في فرق بقى بين المنظر ده اللي هو طبيعي والمنظر ده. ايه المنظر ده؟ زي ما احنا شايفين كده، شايفين بلوش هيو اللي حوالين الكورنيا، كورنيا كبيره جدا في ميجالوكورنيا. المنظر ده very characteristic لمرض اسمه بوفثالموس اللي هو congenital glaucoma. لما بيحصل في الاطفال العين جت stretched جامد جدا 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 بسبب increased intraocular pressure، فبالتالي السكليرا بتبقى ستريتش بتبين البيجمنت كولرز بتاعه الكورويد اللي تحتها، فبتدي بلوش هيو، والكورنيا زي ما احنا شايفين كمان بتكبر جدا من stretching بتاع الاي. طيب اول مرض عايزين نتكلم عليه in brief النهارده اسمه ابي سكليرايتس. من بدا انفلاميشن في الابي سكليرال تيشو، ممكن يبقى ديفيوز واخدها كلها، وممكن يبقى لوكالايز. طيب الايتيولوجي بتاعنا mostly بيبقى idiopathic، يعني نادرا الصراحة ما بنشوف حالة بيطلع وراها كوز. ممكن يبقى allergy وممكن يبقى collagen diseases. clinical picture عن بيجي discomfort, tenderness, pain, redness، وبيبقى mainly في ال nasal port بتاع الconjunctiva أكتر حاجة بنشوفه. هبص ممكن ألاقي ال redness ده diffuse، أو حاسة إن في نوديول أو واخد sector. لو في نوديول هتبقى purple، هتبقى بعيد عن الليمبس، هيبقى حواليها vascularization، وغالبا هقدر احركها شوية حوالين السكليرا، لانه لو تفتكروا احنا قلنا الابيسكليرا دي is loose connective tissue. ده المنظر اللي احنا بنشوفه redness، واخد part من ال
conjunctiva او الابيسكليرا يعني، هعرف منين ده conjunctiva ولا الابيسكليرا؟ بحاول احرك التيشوز دي، لو اتحركت فريلي جدا معايا يبقى conjunctiva، لو اتحركت حاجة بسيطة يبقى ده في الاغلب ابيسكليرا، لو متحركش خالص يبقى ده سكليرايتس، وده differential nodules بتاعي. ده منظر تاني، يعني في نوديول اهي زي ما احنا شايفين اللي هي دي، وحواليها diffuse vascularization و redness، واخد part من الابيسكليرا. ده المنظر الكلاسيك اللي احنا بنشوفه، انه العيان جاي فيه سيكتر كامل very red، الوجع محتمل يعني discomfort اكتر من وجع، مفيش تأثير على الفيجن، مفيش اي مشاكل تانية، في الاغلب ده بيبقى idiopathic، بياخد علاج يروح. هفكر في ايه؟ في حاجة اسمها flectinular conjunctivitis، انها بيبقى عندي حاجة اسمها flectin زي ما احنا شايفين في الصورة دي، بيبقى على الليمبس. لو episcleritis النوديول بتبقى بعيدة عن الليمبس، لكن لو بصوا دي exactly على الليمبس وداخلة على الكورنيا، ده منظر كلاسيك بتاع الفلكتن، وده بيحصل مع حد عنده parasitic infestation. ممكن تبقى conjunctivitis في الأغلب بتبقى diffuse، صعب قوي تيجي sectoral conjunctivitis بصراحة، يعني extremely rare. Scleritis زي ما احنا شايفين بيبقى very aggressive very painful، وغالبا لازم بنلاقي معاه cause. ده منظر تاني للفلكتن زي ما احنا شايفين، nodule on the limbus on the limbus not away from the limbus. طيب لو انا في كوز هعالجه، لو هي idiopathic بدي artificial tears، بدي topical non-steroidals anti-inflammatory drugs، وساعات قليلة جدا ممكن احتاج mild topical steroids. تاني موضوع نتكلم فيه scleritis، هو inflammation of the sclera، نفس الكلام بقى، can be diffuse or nodule، نفس الايتيولوجي، ولكن الكولاجين diseases هنا بتلعب دور اكبر، idiopathic بيلعب دور اقل. clinical picture شبه episcleritis ولكن more aggressive، فبيبقى more painful. بلاقي iridocyclitis، بمعنى ان انا لو بصيت على العيان ده على anterior chamber بتاعته ممكن الاقي flare cells، signs of acute uveitis. ممكن في الاخر نوصل لحاجه اسمها استافيلوما ونشرحها كمان شويه. treatment هو هو ولكن في الاغلب استعمال الستيرويدز بيبقى اقرب كتير من الابيسكليريتس. في الاغلب الابيسكليريتس بتعدي بالنون ستيرويدلز، ولكن سكليريتس بحتاج استعمل ستيرويدز، اتروبين اساسي معايا علشان نقلل البين والديسكومفورت اللي جايه من الايريدوسايكلايتس ونريح العين، وساعات بوصل لاورال تريتمنت. ده منظر سكليريتس. طبعا انتوا في الامتحان لو جالكوا كيس بيبقى عليها كلام، يعني ما اقدرش اجيب صوره زي دي واقول لكم شخصه، لانه سهل قوي ممكن اقول ده diffuse episcleritis، ممكن اقول ده conjunctivitis، ممكن اقول ده scleritis. فلما يكون عندي differential diagnosis كده لازم الكيس بتيجي بنحكي قصه وبنديكوا كلوز انه ده انهي واحد فيهم. staphyloma هتلاقوها برده مكتوبه في الكتاب عندكم، هي عباره عن ectasia of the outer coat. احنا اتفقنا الاوتر كوت هو cornea and sclera lined by the middle coat اللي هو iris, ciliary body or choroid. يبقى هي ectasia protrusion of the outer coat، بس لازم يبقى lined by the middle coat. حسب مكانها بنسميها. فبالتالي لو هنا طبعا الصورة دي فيها غلطة، انه الايرس ده كان المفروض يبقى طالع مع الكورنيا عشان اسميها true staphyloma. اوكي، يبقى outer coat bulging lined by middle coat. شايفين ان الخط ده ciliary body هو طالع مع السكليرا. اوكي، وهنا كورويد طالع مع السكليرا. يبقى لو هي anterior اسمها anterior staphyloma، لو protrusion ده ورا posterior staphyloma، عند الاكواتر equatorial staphyloma، عند الليمبس intercalary staphyloma، ولو عند ciliary body اسمه ciliary staphyloma. ده المنظر، شايفين الحتة دي bulging، حتة دي bulging، دليلي ايه؟ انه اللون اتغير، بدل ما السكليرا كان لونها ابيض وجميل بقت بلوش. ليه؟ لانه بلجت، طلعت لبره، قربت لي اكتر، بقيت شايفه البيجمنتس اللي تحتها اوضح. Thank you.